طيب عموما الفرحة اللي الأهلي عملها وأدخلها على كل المصريين، شفنا ناس كتيرة جدا الحقيقة من جماهير نادي الزمالك ومن إعلاميين موصوفين أو معروفين إن هم زمالك ومصنفين إن هم زملكاوية، عايشوا مع الأهلي بتقدير كبير جدا لما حدث. فرحة الأهلي والتقدير الكبير لإنجاز الأهلي لم يتوقف حتى على الحدود المصرية فقط، تخطى الحدود، غزة وفلسطين العزيزة الحبيبة كلها عاشت الحدث واحتفلت بالأهلي واحتفلت بإنجازه. معنا على الهاتف من غزة صديقك العزيز أسامة عمر، المتحدث الإعلامي لرابطة محبي ومشجعي الأهلي في فلسطين. يا أسامة مساء الخير. مساء الخير أستاذ إبراهيم، كابتن عادل مساء الخير. اهلا بيكم وحشنا، وان شاء الله تكونوا فرحتوا بالاهلي. والله احنا الاهلي هو مصدر الفرحه والسعاده. اول شيء مساء الخير وكل عام وانتم بخير. وانت طيب. بمناسبه العام الهجري الجديد. طبعا احنا بدايه استاذ ابراهيم، الاهلي طبعا هو مع الكبار دائما الفرحه والسعاده كما قلت. ونستغل هذه الفرصة، وبداية بيسعدنا من خلال قناة النادي الأهلي وبرنامجكم الكريم إنه إحنا كفلسطينيين وكشعب فلسطيني أن يبرق رسالة شكر وتقدير من خلال هذه القناة المحترمة لمصر العروبة قيادة وحكومة وشعبا على الجهود المتواصلة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الثابتة ومساعيها الجادة في طي صفحة الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. مصر التي نعتز بها ونقدرها، والشعب الفلسطيني عامة يتم كل الاحترام لمصر. طبعا احنا مع النادي الاهلي، طبعا احنا من خلال تواصلنا مع مجلس إدارة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي بعظمته، وهذه هي الليلة السعيدة مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي دائما هو مصدر الفرحة. احنا في رابطه محبي وعشاق النادي الاهلي المصري بقياده الاخ الكبير الكابتن علاء خالد وكوادر الرابطه، طبعا تواصلنا مع اداره النادي الاهلي في رابط، وايضا مع مجلس الاداره مع الاستاذ عماد وحيد ومع الاستاذ مهند وجدي ومع كل الناس اللي كانوا متواجدين في رابط وفي القاهره، وباركنا للنادي الاهلي وللاجهزه الفنيه واللاعبين وجماهير النادي الاهلي الوفيه على الفوز الغالي برادس. وهذا الشيء انما بيعطينا انه كالعاده لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، نحن الابطال. وظنوا للوهله الاولى ان الفارس قد سقط، ولكن نتذكر يا استاذ ابراهيم والكابتن عدلي من خلال هذه الكلمات للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، دائما نقول يا جبل لا يهزك ريح، كان الانتصار سيد الموقف برادس. فالمستحيل ليس سهل يا استاذ ابراهيم، بطولات انجازات مشوار مليان اساطير، جماهير بتغير على نادي عظيم وكبير، ما بين الامل اثناء مباراه التعادل في القاهره، ما بين الامل والخوف والاراده والعزيمه تجلت روح الفانيلا الحمراء برادس. شكرا لجماهير النادي الاهلي التي اثرت في الفريق في مختار التتش، ومختار التتش هذا الذي يعطينا الكينونه ويعطينا الرمزيه، مختار التتش الذي زار فلسطين واكد على ان مصر وفلسطين هي قلب واحد في الزياره والرحله التاريخيه في عام 1943. هذا الجمهور الواعي الذي ساند الفريق له كل الاحترام والتقدير، كان مع الموعد. شكرا للكتيبه الاهلاويه بقياده الكابتن حسام البدري، الكتيبه المناضله التي كانت على قدر المسؤوليه في المكان والزمان، ونؤكد ان الاهلي دائما هو بمن حذر. اخطا من قال ان زمن الاهلي قد فات، فكان عقاب الاهلي الاهلي بمن حضر. شخصيه ثوب البطل تتجسد دائما، الاهلي كبير وكالعاده لا جديد، الاهلي حديد. نهني انفسنا ونهني الجميع ونقول كلمه الصديق العزيز عصام الشوالي عندما قال لولا الاهلي بافريقيا لكان الانديه التونسيه شان اخر. شكرا على ما اسعدنا به النادي الاهلي، شكرا لكل الناس وكل الكتيبه الاهلاويه، شكرا لكل جماهير النادي الاهلي. نحن على موعد قريب ان شاء الله مع مباراه النجم، وفعلا الاهلي هو النجم كما تحدث به الكابتن عادل القياني. احنا بنقول المستحيل ليس اهلاوي، المستحيل ليس اهلاوي، والاهلي دائما يتحفنا بالمواقف، وعند الصعاب تتجلى الاراده والعزيمه. ان شاء الله نلتقي
على الفرحه دائما، ودامت مصر ودام النادي الاهلي ودامت امراء دامت دياركم عامره بالافراح كابتن عدلي واستاذ ابراهيم. شكرا جزيلا. ودامت فلسطين يا استاذ اسامه، وايضا مصر تبادلكم الاهتمام والحب والهموم. اعتقد الموقف المصري ونجاح القيادة المصرية طبعاً في احداث هذه المصالحة الكبيرة المهمة وحل ازمة الانقسام. ما حدش هو جاي يتكلم على الاهلي، لكن ودورها بدأها بالتقدير الكامل للموقف المصري، لنعلم ان القضية في قلب كل مصري وفي قلب المسؤولين. صحيح. يتصرفون طبق المعطيات الدولية فيما هو يمكن ان ينتزع من حقوق لفلسطين. اما التحدث بالشعارات والتشدق بها خذ من ده كتير، سواء في الاهلي او خارج الاهلي، ولكن ان تشعر من كلامنا الاهلي هو مصدر السعاده وايضا مصدر الالهام لتحقيق المستحيل والتغلب على الصعاب حتى لمن يكابدون الظروف الصعبه. هذا هو الفخر الذي ندعيه، ان الاهلي يستطيع ان يقدم هذا النموذج، ويقدم هذا النموذج ويقدم فرصه السعاده مش بس لعشاقه في الداخل، ده لكل محيطه العربي والقاري. طيب شريف اكرامي في اوضه اللبس بعد المباراه وعقب فوز الاهلي عرفنا ان هو من تاثره الشديد بكى. اكرامي الاب كانت مشاعره ايه؟ وشاف المساله ازاي بعد الفصل.